بسم الله نجربها. جواتها شوكولت. يا الله جميلة. وهذه المالحة، نحطنا فيها لبنة. بجربها كذا بعدين بقصها معكم. واو بس والله سهلة. كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ العجينة اللي بنسويها اليوم تقدر تسوي فيها اللي تبي صراحة، بس اللي بنسوي فيها احنا بنسوي فيها اللي هي زي سينامون روز، زي بنسوي دانش، بنسوي اشياء فيها وبنشكل على كيفنا. هذه ميزة العجينة. خلونا نبدأ فيها وشوف. الروز ماري اهم شيء بنستخدمه اليوم. اول شيء فيه عندنا اللي هو الدقيق، نحطه مرة واحدة، بعدين معه الاشياء الجافة. طبعا هنا عندي اللي هو كذا خلصت، الملح والسكر كله مع بعض، خلطهم شوي بس شوي. بعدها كذا على طول ننزل عندنا اللي هي الخميرة، وعندي الحليب ابدأ انزله على شوي شوي. شايفين؟ هذه هي العجينة كالعادة جهزها قبل بيوم. الحين نبدأ فرد على طول. شايفين الطريقة هذه كذا، بعدها 17 16 15 تقريبا، بعدها تعطيها واحد زيادة، نبدأ نفردها على طول اللي نبغاه. خلاص كذا عندي كذا، ابدا انزلها. كلها كامله شايفين؟ خلاص. هنا عندي العجين الحين، طبعا هنا عندي اللي هو الكاسترد. ابى انزله بالطريقه هذه. واحد، اثنين، شوي ماسك بنزل بالطريقة هذه. نحتاج أكثر كذا، بعدها على طول أبدأ أسوي كذا. نضمن إنها كلها شكل واحد، سايز واحد. سلام. خلاص تمام كذا. الحين نبدأ ننزل الشوكولات. أهم شيء الشوكولات. شوفوا خلاص كذا الحين أبدأ بالقرفة عليها من فوق. اللي يحب نكهتها مع الشوكولات شيء ثاني. خلاص كذا يكفي. نبدأ نلفها بالطريقة هذه، بس اضمن لفتك في البدايه، هذا اهم شيء في السنيبر رول. اضمن لفتك في البدايه، بعدها خلاص تبدا تلف وانت مرتاح. تعطيها لفه كذا واحده بعدين تمسك بالطريقه هذه. شوف لفه تمسك، لفه بعدين تمسك. شايفين؟ اسحبها عندك. هذا اهم شيء سنيبر رول. اضمن لفتك البدايه، بعدها خلاص تبدا تلف وانت مرتاح. تعطيها لفه كذا واحده بعدين تمسك بالطريقه هذه. شوف لفه تمسك، لفه بعدين. شوفوا هذه حشوه ثانيه، هذه مالحه سنيبر رول مالحه. طبعا ما راح تكون سهله، يعني فردها راح يكون اصعب من اللي قبل صراحة. حطينا اللي هو الجبنة أو الكريمة اللي تبي، بعدها نحط الهالبينو. يا الله يا الريحة، ما
ريحتها شيء ثاني. كذا الهاليبينو، بعدين بعد عندي اللي هو الزيتون الأخضر. كذا أحس إني بحط زيادة زيتون شوي، وبعدها نحط اللي هو أكليل الجبل أو الروزمري. طبعا ثاني واحدة هذه اللي هي المالحة، نفس الشيء نفس الطريقة، شايفين؟ نلف كذا عشان تطلع معنا شكلها حلو. والحين نبدأ نقطعها وتكون بالطريقة هذه كذا. السلام ما شاء الله كذا. الله شوفوا كيف طالعة، شوفوا كيف طالعة، بالجنن. شوفوا هذه اللي هي المالحة سويناها معكم، شوفوا كيف طالعة، شوفوا شيء جميل، شوفوا كيف. شوفوا الجمال، يا الله يا الله. شوف متحمس اجربها معكم، نقول بسم الله. طبعا اجمل شيء اللي هي نكهة القرفة، شايفين؟ شوفوا، واهم شيء ان يكون ديكورها بعد نفس الشيء. بسم الله نجربها. جواتها شوكولات، يا الله جميلة. وهذه المالحة اللي حطينا فيها لبنة، بجربها كذا بعدين بقصها معكم. واو، بس نجربها نسمع الخشخشة بعد.